السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعلمكم how to read output، شلون راح تقرأ الأوتبوت مال السوات كاب مالتك. تمام عيني؟ إحنا بيش محاضرتنا أولنا سميتها المحاضرة بهذا الاسم step process of calibration using سوات كاب program and avoiding error and at running. شنو الاشياء اللي اتجنب بها الاخطاء اثناء الرنن بالبدايه، وشون خطوات ادخال النتائج الى الريزلت. هاي ان شاء الله راح تلقوه بهاي المحاضره. المحاضره اللي بعدها شلون اقرا ريد اوتبوت. انا قلت لكم الايتريشن، اذا مثلا مو قلت لنا اخر شيء بيجي للمحاضره انه سيف ايتريشن، وين القاها بعدها؟ هنا هسه انا عندي اثنين ايتريشن، ايتريشن 1 ايتريشن 2. تمام عيني؟ اروح مثلا على ايتريشن 2، من تضغط عليها هالشكل راح تطلع لك بها عدة خيارات. الكالبريشن انبوت هسه انت مالك علاقة بها، الادجستمنت احنا حاليا مو مهمتنا انه شلون نسوي تعديل، انت بس حاليا هذه المحاضرة هاو تو ريد الاوتبوت. تروح على مين؟ على الكالبريشن اوتبوت، راح تلقى بها عدة خيارات. تروح على الخيار الاول راح يعطيك الرسم مال الاوت فلو اللي انت اختاريته مال السبايزن، يقول لك هذا الاوت فلو مال السبايزن. لاحظ هسه مثل ما تلاحظ عندي صراحة اني اكو فرق بين الاوبزرفيد وبين الاستيميتد، البيست استيميشن وبين الاوبزرفيد وبين اللي هو مال البرنامج نفسه اللي هو الانسرتينيتي مالته. تمام عيني؟ هذا الفرق يرجع لاسباب عديده راح ان شاء الله نتناولها بموضوع الادجستمنت. فهذا هالشكل يطلع لك الريزلت تريده يعني انه متواجد. نجي على هنا هذا يقول لك هذا السيرش الاوت فلو تايتل، تقدر انه توجد اي شيء. هذا الثاني ما له داعي، الدوتي اللي هو خاص بالبلوس لكل البراميتر انت دخلته دا يسوي لك ان هنا يعني شلون انتشاره او توزيعه او تاثيره على الريزلت اللي خاص بك انت او على البراميتر اللي انت راح تستخرجه. تروح على هذا البيست بار تكست، البارامترات اللي انت دخلتهن راح شو يسوي لك ياهن؟ يرتب لك ياهن بالتسلسل من الاكثر، الاكثر يعني الرانك مالته من الاكثر حساسيه الاكثر تاثير الى الاقل حساسيه. شوف هسه هذا منين بادي، هاي الفيتد فاليو، وهاي لاحظ هنا الجول تايب اللي هو الار سكوير نمبر اوف سيميليشن بيس سيميليشن، هاي يعني عادي. هاي البارامترات مرتب لك اياها بهذه الصيغه. تمام عيني؟ من الاعلى الى الاقل شو تسوي البيست فيتد، وكانه هنا ذني نفس هاي القيم هنا. هسه بعدين راح نرجع على الادجستمنت، احنا ما لنا علاقه حاليا محاضرتنا هذه يوم بس شلون تقرا. لاحظ شلون مرتب لك اياهم، يقول لك انه هذا البارامتر هو افكتيف، هذا البارامتر هو اقل، هذا تمام عيني؟ نجي البيست سيموليشن، هذا الاوبزرفيد وهذا السيموليشن، تلاحظ اكو فرق بيناتهم فاكيد يطلع لنا هذا الايرور. تمام عيني؟ هذا البيست سيموليشن اللي بيناتهم. نجي الجول تكست الكيرف نمبر وغيره هاي الامور. نجي هنا على تحليل الحساسيه، تضغط هذا الخيار تروح على جلوبال سنسيتيفيتي، لوكال هنا الجلوبال قلنا الاهم. نجي عندك خيارين، اما جراف او رسم. اذا تريده كرسم كهذا يعطيك البارامتر نيم والتيست مالته تي تيست والبي فاليو. الرقم كل ما تي تيست مالته اقل من البي فاليو يعني هذا غير حساس او كان كود تاثيره معدوم، تقدر تبدله. ما نقدر نتناول هذا الموضوع حاليا بهذه الفقره، لكن اكو فيديو بعده راح اسوي شلون انا اسوي ادجستمنت تعديل للكالبريشن انبوت بحيث اكون اقرب الفلو الاوبزرفيت مع الاستيميت. او تريد على شكل جراف، اذا تلاحظه باكثر البحوث تلقى جراف. لاحظ هسه هذه القيم، قيمه البي فاليو الها جد وقيمه التي تيست الها جد. لاحظ التي تيست قليله والبي فاليو عالي، اذا هذا البارامتر حساس لو غير حساس، غير حساس او يكاد ان يكون تاثيره معدوم. بعد عندك السي اتش ان 2 ضمن الامتداد ار تي اي يكاد تاثيره معدوم. الجي دبليو ريفب الكيرن كذا، شايف لاحظ ظني يا اهلي تاثيرهن عالي. لاحظ قيمه التي الهن عاليه وكذلك البي قريبه من الصفر، هذني الهن تاثيرهن عالي. اللي هم ذولي اربع متغيرات ذولي تاثيرهم عالي، ذولي يعني شو نسوي هسه احنا اذا نريد نسوي؟ نشيل متغيرين من فوق او تبقيهم وتضيف متغيرين بعد اضافيات. لان ذني هسه احنا اثبتناهن انه هن غير حساسات بالنسبه لشغلنا. شلون اعدل كذا؟ هاي ان شاء الله راح نتناولهن. هذا ايضا اللوكل، واحنا عندنا طريقتين بالحساسيه اللوكل والهذا، لكن الجلوبال هي الافضل بالتبيين المتغيرات. كذلك انت هنا بالجريد فاكتور تقدر تبين ضمن
قيمة الار وقيمة البي فاليو. لاحظ هنا بس سيميليشن من الرسم، العفو هنا هاي قيمة الجولز، هاي قيمة الار سكوير الخاصة بيها، هاي النيم بار، هذا القيمة الماكسيموم والمينيموم، السمر السمري هذا العفو ضمن السمري ما تناولناه. شوف السمري شو ينطيك، ينطيك يعني الشغلة كله، قيمة البي فاكتر، قيمة الار فاكتر، تمام عيني، قيمة الار سكوير، قيمة الناش. طيب دكتورة هاي القيم صحيحة او لا؟ ترجع على شغلك الاصلي، اكو جدول احنا المفروض نسويه. انا هسه ما حبيت ناوله ضمن هذه المحاضره، ان شاء الله على المحاضره الجايه بنعلمكم شلون تسوي ادجستمنت او تعديل للايتريشن الخاص بيك، وتسوي ايتريشن جديد. ممكن التعديلات ما تكون فقط هنا داخل السوات كاب، ممكن تكون هناك بالبرنامج الاصلي بالسوات، ان شاء الله هذا راح نتناوله بفقرته. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن هذه الفقره اللي هي هاو تو ريد الاوتبوت اوف سوات كاب كالبريشن اوف سوات كاب، تقدرون تراسلونا، تضيفون لنا كومنت واحنا ان شاء الله نرد عليكم. واذا تاخرنا تقدرون ترسلون الفيديو اللي خاص بهذا السؤال زائد على ايميل القناه، وان شاء الله نجاوبكم باذن الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار، وان شاء الله ما نرجع انه تنوهون هاي الفيديوهات ترسلوها لزملائكم الباحثين حتى يستفادون منها. ان شاء الله نلتقيكم بفيديو اخر، دمتم بامان الله وحفظه.